بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، أخواتي المشاهدات، التنمية البشرية ركن من أركان رؤية قطر 2030، تحتاج إلى مشاركة كل قوى المجتمع وذوو الإعاقة أو ذوي الحاجات الخاصة، وبعد شوي بنقول شو الفرق بينهم. قوة من هذه القوى لها قضاياها وحقوقها، ويعد الاهتمام بها واحدا من أهم عناصر هذه التنمية. وقد شهدت القضايا المتعلقة بهذه الفئة تحولات عدة على الساحة المحلية والدولية، من حيث انتقال مفهوم التعاطي من هذه أو مع هذه الفئة من منطق الرعاية إلى منطق الدمج والتمكين، أو من حيث تأطير الحقوق التي يتمتعون بها في التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية. أعزائي المشاهدين، أخواتي المشاهدات، برنامج الشور يفتح نافذتها الأسبوع على وهذه الليلة الكريمة على إخواننا وخواتنا من فئة ذوي الإعاقة وذوي الحاجات الخاصة، واقعهم الحالي، دور المؤسسات المعنية تجاههم، دورهم القادم أيضا في رؤية قطر الوطنية 2030. باسمكم جميعا أرحب مشاهدين الكرام بضيوف الحلقة، وهم الدكتور سيف الحجري المشرف على معهد النور للمكفوفين. حياك الله يا دكتور سيف، أهلا وسهلا بك في قناة الريان في برنامج الشور. دكتور خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، حياك الله يا دكتور خالد وشرفتنا. الأستاذ الكريم طالب عفيفة المسؤول الإعلامي ومنسق توظيف ذوي الإعاقة بالجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، حياك الله أستاذ طالب. أعزائي المشاهدين، بين ذوي الحاجات الخاصة أو ذوي الإعاقة الكثير من المبدعين، يعني على سبيل المثال للحصر طه حسين، وقبلهم عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بينهم من استطاع التغلب على مشكلتهم الصحية وهذه الإعاقة بالإرادة القوية، الإرادة الصلبة، والأمثلة حقيقة كثيرة. منهم من شق طريقه في الحياة معتمدا على الذات والمثابرة. دعونا نتوقف مع هذا التقرير أولا ثم نبدأ النقاش مع ضيوفنا الكرام. منذ الولادة أنا كنت فاقد البصر، بس مش للدرجة هذه، يعني كان أقل شوي. عرفوا الوالد والوالدة أن أنا يعني عندي ضعف البصر، خصوصا في الليل لما تغيب الشمس خلاص أنا ما أقدر أتحرك. يعني درست أنا في مدارس المبصرين لمدة سنتين أو ثلاثة. كانت الإمكانيات زمان ما في شيء اسمه شيء للمكفوفين، كان نادر يعني في بعض الدول العربية. فمدير المدرسة استدعاني أنا والوالد وقال لي والله حسن أنت يعني ما تقدر تواصل معانا، لأن نشوفك إحنا أنت ما تشوف اللي يكتب المدرس على السبورة وكذا. فأقول له ليش ما تسوون لي كتب بالحروف الكبيرة عشان أشوفها أنا؟ قال لي لا والله إحنا ما عندنا الطباعة أو المطابع اللي تسوي وكذا. كانت لي صدمة أن أنا ما قدرت أواصل في المدارس المبصرين العادية، فقعدت في المحل مع الوالد أمارس التجارة. الوالد قال لي لازم نبحث لك عن شيء يعني تدرس. فطلع في الكويت في معهد خاص للمكفوفين، درست بيها وخلصت. صارت عندنا حاسة اللمس ان احنا نتدرب على طريقة براين اللي هي نقرأ بها ونكتب بها. الحمد لله خلال 4 أيام عرفت، صرت اعرف النقاط، يعني اعرف النقاط اتجاهها وين. هذه تخصصت أنا في الجهاز التليفون. طبعاً هناك يودونك وين تروح المكانات اللي فيها الأجهزة التليفون القديمة واللي ونتعرف عليها. فصارت عندي ميول للشغلات هذه. إذا كان إحنا نسمع أن المبصرين يشتكون دائماً، يقول لك هذا الشارع انحفر وصار له شهرين ما حد ردمه وما حد حط له، فإحنا ما نفرط بنفسنا إحنا مثل أمسك العصا وأروح أمشي في السوق، لا مستحيل، لازم يكون معي حد. وأنا كنت في لجنة اسمها قطر للجميع، وكنا نتمنى أن هذه اللجنة تستمر، وكنا عملنا اجتماعات يعني كثيرة على أساس أنه نسقنا مع بعض الوزارات أنه يكون في أماكن خاصة، مش خاصة هي تكون يعني
يقدر الكفيف من يقدر يمارس حياته اليومية، لكن يعني يمكن ينظرون لها من هذا الناحية، يقول لك أنا ما أقدر أهل كل شيء أنه يخدم الكفيف كما مثل ما يخدم الشخص العادي يعني. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين، أخواتي المشاهدات. دكتور سيف، مدى اهتمام دولتنا الحبيبة دولة قطر بهذه الفئة، فئة ذوي الإعاقة؟ ثم ننتقل بعدين للدكتور خالد ونعرف، صار في خلط قبل الدخول الاستديو، هل اسمها ذوي الإعاقة دكتور سيف ودكتور خالد، ولا قال دكتور خالد لا اسمهم ذوي الإعاقة وليس ذوي الاحتياجات الخاصة؟ تفضل دكتور. أولا بالفعل الكلمة تم تأكيدها من قبل الأمم المتحدة ومن قبل دول العالم بإصدار اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، واللبس الذي كان في الحقيقة يرافق كلمة ذوي الاحتياجات الخاصة تم إزالته، وأصبح الاسم القانوني والتشريعي هو ذوي الإعاقة، لأن دخلوا في الواقع العديد من الفئات الأخرى في ذوي الاحتياجات الخاصة، منهم من مريض بالسكري أو من يحتاج إلى النظارة أو حتى المتفوقين هم نعم هم يعتبروا من ذوي الاحتياجات الخاصة. حتى نحدد المفهوم والاسم الدقيق ليصبح جزء من التشريع، تم الاتفاق العالمي والحمد لله على بأنهم أشخاص ذوي الإعاقة، قد يكون إعاقة بصرية أو فكرية أو إعاقة حركية أو إعاقة سمعية، وبالتالي هذا المصطلح أكيد واتفقوا عليه الجميع. طبعا اهتمام دولة قطر واضح في الحقيقة، وهذا الاهتمام حدث له تراكم إيجابي منذ ما بدأت قطر في الواقع تقدم خدمات، وكانت في الماضي هي خدمات رعائية يعني كانت ترعى، ولكن بعد ما وقعت دولة قطر اتفاقية وأصبح جزء من القانون والتشريع وأصبح جزء من الدستور، انتقل دولة قطر إلى أن هؤلاء هم لهم حقوق ولهم واجبات، وهذا طبعا نقلة نوعية حدثت لكثير من الدول في المنطقة. ونستطيع أن نؤكد بأن أصبح هناك مؤسسات للقيام بهذا الدور من الجانب الصحي والتعليمي والترفيهي والجانب النفسي والجانب الاجتماعي، إذن أيضا دولة أنفقت في الواقع في تأسيس هذه الآليات لتطبيق وتنفيذ رؤية قطر. أيضا بالإضافة إلى ذلك شرعت دولة قطر، والحمد لله أن هذه التشريعات تعاد من فترة إلى فترة النظر فيه حتى تتطور وتصبح أكثر فعالية، وأصبح أيضا حتى المفهوم والوعي العام بدأ يتطور، ونحن سعيدين بهذا التطور. طبعا ليس راضين بالكامل، وخاصة أصحاب الشان هم أيضا لازالوا يتطلعوا بأن هذه الحقوق يجب أن تكون كاملة وليس منقوصة، وبالتالي لا شك هناك توجه لي دائما للتطوير من الناحية التوعوي ومن الناحية التشريع ومن الناحية أيضا المهني، وبالتالي نرى أن دولة قطر تسير بخطوات ثابتة والتأكيد، وليس فقط على المستوى المعاقب في دولة قطر، ولكن تساهم أيضا صحيح. دولة قطر بأفكارها وبتجربتها أيضا على مستوى المنطقة والعربي وعلى مستوى العالم، فهنيئا في الواقع على هذا التوجه من قيادتنا الرشيدة. تأكيد الكلام الدكتور، يعني أيضا أنه كتشريع الدستور القطري نصت المادة في 34 من الدستور على أن المواطنون يعني سواء ذوي الإعاقة أو كما يسموه الأسوياء متساوون في الحقوق والواجبات العامة، وأيضا هناك فيه قانون رقم 2 لسنة 2004 أن يتمتع ذوي الاحتياجات الخاصة إضافة لما تمتعون به من حقوق بموجب التشريعات بالحقوق التالية، وذكر حقيقة عدة حقوق. دكتور خالد شاركنا في هذا الموضوع، يعني الموضوع ذوي احنا قلنا في خلط بين ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتور وضح يعني هذا الكلام. ايضا اهتمام حقيقة حكومتنا ودولتنا بتوفير مؤسسات ترعى مثل هذه الفئات. الحقيقة هو الدولة لم تقصر في الإنفاق ولا في التشريع، ولكن هناك إشكالية في المنفذين من بعد التشريع والقوانين والإنفاق. حلا لهذا الإشكال هو هناك محورين الحقيقة. المحور الأول يجب إشراك أصحاب الشأن اللي هم ذوي الإعاقة في كل ما يتعلق بهم، سواء في التشريعات في سن التشريعات أو في
التأهيل أو في توفير البيئة الملائمة لذوي الإعاقة نفسيا واجتماعيا وذهنيا. المحور الثاني أنه لابد أن يكون هناك تنسيق على مستوى هذه المؤسسات ويشرك أصحاب ذوي الإعاقة بهذا التنسيق حتى يبدو رأيهم، وهذا حتى الدستور أشار إلى ذلك، فينقصنا تفعيل ما أشار إليه الدستور. والحقيقة نتطلع ونطمح أن يكون في تفعيل لما أشير في القوانين وفي الدساتير القطرية قريبا جدا إن شاء الله. أخوي طالب، أنت تعمل طبعا كمسؤول إعلامي في الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة، ودنا كمؤسسة من المؤسسات ترعى هذه الفئة، تعرفنا عن الجمعية، أهدافها، القائمين عليها، إيش الأدوار اللي تؤديها؟ نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دور أهداف الجمعية هي أهداف محددة وفق نظامها الأساسي، اللي هو التأهيل والتدريب أو التدريب التنمية البشرية، وهو من خلال 4 مراكز تحت مظلة الجمعية، ومركز التأهيل لبنين، والمركز التأهيلي بنات، والمركز الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، هو مركز ينمي المهارات عندهم وأيضا يأهلهم لجميع الشغلات الحرفية عندهم. نعم، إضافة إلى الأهداف اللي هو تقديم المساعدات والأجهزة الطبية طبعا من جميع أنواعها، أطراف صناعية، كل ما يحتاجه ذوي الإعاقة طبعا تحت مظلتها طبعا 4300 عضو. 4300 عضو. نعم، ومستفيدين من خدماتها، فتخدم الجميع، وأيضا منهم من هو مدمج في المجتمع. نعم، طبعا لا ننسى دور الدكاترة والخبراء عندنا والأخصائيين اللي يطلعون زيارات منزلية، أيضا من دور الجمعية. ممتاز. إيه معنا على الهاتف الأستاذ أمير الملة. السلام عليكم يا أستاذ أمير. عليكم السلام، أهلا وسهلا. الله يمسيك بالخير يا أخوي. المدير التنفيذي للجمعية القطرية تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة. أخوي أمير، نعلم أنك في عجالة، لكن إحنا ودنا نعرف يعني أبرز الاقتراحات اللي أنت ممكن تقترحها كمدير تنفيذي لدمج هؤلاء ذوي الإعاقة في المجتمع. إيش أبرز الاقتراحات اللي ممكن تفيد فيها المجتمع القطري بخبرتك العملية وأيضا المهنية وأيضا تواصلك مع المسؤولين؟ طبيعة الحال احنا نتحدث عن دور الجمعية، عن التعزيز الاجتماعي والتعزيز الثقافي والأكاديمي والوظيفي، ودعونا نتخيل ان هذه الامور كنا نتناقش فيها في الفترة السابقة، يعني في بداية التسعينات، في 94-93 بنوع من الخجل، وكان هناك خجل ما بين اولياء الامور وايضا ما بين العاملين في مجال ذوي الإعاقة. كان التعاطي بسيط جدا في هذا المنحة. وعندما نتحدث أيضا عن دور الجمعية، الجمعية مثل ما تفضل أخونا طالب له دور يعني ريادي في مجال ذوي الإعاقة، خاصة أن الجمعية أسست سنة 92، ولكن هناك بعض الأمور لابد أن نتحدث فيها بصوت عالي أو بصوت مسموع للجميع، أن هناك قصور كبير لدى مؤسسات الدولة بالتعاون مش مع الجمعية، أيضا مع الجهات المسؤولة عن ذوي الإعاقة. يعني فيما يخص الجانب الأمان الوظيفي، احنا دائما نلاحظ ان هناك ترحيل عدد لا بأس به للأسف، يعني عدد قد يكون اكثر من المتوسط الى البند المركزي، وخاصة هذه الفئة يعني الوظيفة عملية مهمة بالنسبة لهم. وايضا يعني اذا احنا يعني حسب علمي ان انتم تتكلمون في الحلقة عن رؤية 2030 الوطنية. نعم، 2030. أنا أعتقد أن الرؤية هذه واضحة كوضوح الشمس، ولكن تفعيلها بطيء جدا في مؤسسات الدولة. إحنا إذا نلاحظ أن حتى شعار رؤية قطر
كشعار هندسي يذكرنا بالشعار اللي احنا كمؤسسات مجتمع مؤسسات تعليم بذوي الاعاقه اقترحناه في المجلس الاعلى للاسره. يذكرنا تقصد اخوي امير تفعيل الرؤيه عفوا اخوي امير بس سؤال يعني قصدك تفعيل هذه الرؤيه او تطبيق هذه الخطوات بالنسبه لذوي الاعاقه صح؟ بالضبط. انا اتكلم الحين عن ذوي الاعاقه. نعم. بطبيعه الحال انا اشوف يعني مثلا اعطيك على سبيل المثال دليل هندسي والخاص بكود البناء لم يتم تطبيقه الى الان. يعني اذا انت تجي تتناول رؤيه قطر رؤيه واضحه من ناحيه التنميه الاقتصاديه، التنميه البشريه، التنميه الاجتماعيه، التنميه البيئيه، وايضا من الناحيه الصحيه التامين الصحي. ما اتكلم عن التامين الصحي، نتكلم انه يكون عندنا سكان اصحاء بدناء يعني نفسيا وبدنيا. يمكن في هذا الجانب صار تطبيق عملي وخاصه في قضيه الفحص ما قبل الزواج. طبعا هذه كان لدور الجمعيه والمجلس الاعلى ووزاره الصحه ان العمليه صارت نوع من يعني لابد عند اي زيجه يكون هناك فحص ما قبل الزواج وما يلزم اي طرف بالرفض او القبول. فبالتالي وايضا احنا نتكلم عن سكان متعلمون، يعني ناس نبغي سكان قطر يكونون متعلمين. ايضا نلاحظ ان في اشكاليه وفي قصور ايضا في مؤسسات التي تعني بذوي الاعاقه، على سبيل المثال الشفا الاحمر، حد النور، الجمعيه. احنا كمؤسسات ما عندنا الطاقه الاستيعابيه ان نستوعب ذوي الاعاقه، احنا نلاحظ في طوابير انتظار وهذه كلها ضد رؤيه قطر. يعني بامانه يعني الرؤيه واضحه، انا بس اتكلم ان الجهات المسؤوله عن ذوي الاعاقه، المؤسسات الدوله، وزارات الدوله لابد انها تطبق هذه الرؤيه. يمكن من الوزارات اللي طبقت الرؤيه بحرفيه بعض الشيء وزاره الداخليه، اللجنه الاولمبيه القطريه، اللجنه الاولمبيه القطريه على سبيل المثال اوجدت اتحاد قطري خاص لذوي الاحتياجات الخاصه لممارسه الرياضه بمنشات متكامله، وزاره الداخليه يعني هيئت جميع الاجواء ان تتناسب مع خدمات وزاره الداخليه مع ذوي الاعاقه. وبالتالي نلاحظ ان في بعض الجهات تتعاون وتحب انها تنتقل نقله نوعيه. ولكن الرؤيه يعني الرؤيه عميقه، رؤيه شامله، رؤيه يعني القياده الرشيده لما حطت هذه الرؤيه حطتها للجميع، يعني للمستقبل البعيد والقريب. صحيح. في نفس الوقت. صحيح. فانا يعني من خلال برنامجكم يعني نشكر قيادتنا الرشيده على هذه الرؤيه، ولكن في نفس الوقت نطالب مؤسسات الدوله ووزارات الدوله ان تتعاطف بعين من بعيد عن العاطف، بعيد عن قضيه الاحصار، بعين مهنيه في تطبيق هذه الرؤيه. ان شاء الله تعالى يتم ذلك. اخوي امير نشكر لك هذه المداخله. الدكتور سيف، ما التعليق على هذه المداخلة؟ طبعا أولا أشكر الأخ على جهوده، وبالنسبة للرؤية في الواقع قطر ضعت رؤية عامة وإطار عام. هذه الرؤية تحتاج إلى ترجمة حاليا. نعم. إلى برامج كل في موقع. نعم. فبالتالي قد يفهم بعض الناس بأن هذه الرؤية كفيلة بنقلنا إلى تحقيق أهدافها بمجرد الروتين اليومي الذي نقوم فيه، هذا لن يحدث. وبالتالي على كل مؤسسة تعني بالإنسان القطري يجب أن تضع استراتيجية تترجم وتتناسق مع الأبعاد التي جاءت في استراتيجية قطر وتصبح مقاسة أيضا، ليس بمجرد نقوم بنشاط يومي وسنوي حتى نصل إلى عام 2030 سنجد أنفسنا لم نحقق الكثير. وبالتالي علينا أن نضع برامج، هذه البرامج قابلة للقياس حتى نعرف هل حققنا شيء في الستة أشهر الأولى ولا في السنة الأولى ولا في السنة الثانية. ولا بد من توفير الإمكانيات لتحقيق هذه الرؤية، وهذه الإمكانيات البشرية المتمكنة والمتخصصة وإمكانيات المادية، لأن أيضا دون وجود الإنسان قادر على نقل هذه الرؤية إلى واقع عملي أيضا سيكون هناك عجز. طبعا الأخ أمير يتكلم، دكتور عفوا المقاطعة، لكن يعني الدكتور او الاخ امير يتكلم انه فعلا انه يجب انه هذه المؤسسات انها تتبنى الشخص المعاق لتحقيق هذه الرؤيه، لان الرؤيه قائمه للاسوياء ولا حتى ذوي الاعاقه. هذا النقطه نفس النقطه. نعم. اللي اتكلم فيه انه لابد ان يكون هناك ترجمه. صحيح. حقيقيه وعمليه لكل الفئات. يعني صحيح. قد يعتقد الناس ان معهد النور هو مسؤول عن تاهيل العلمي للمعاق، لا، وزارة الداخلية هي تتقاطع. صحيح. المجلس الأعلى، يمكن المجلس الأعلى
اللجنة الأولمبية الدولية أو القطرية أيضا تتقاطع مع حتى القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص من واجبه أيضا أن يدعم كل جهود التي تبذل حتى تستطيع هذه الجهات. إذن هنا الأفراد، الأسرة، إذن العملية في الحقيقة عملية مشتركة، كل يتقاطع بنسبة معينة. صحيح. بنسبة معينة، وهذا اللي لازم نفهمه من عملية أن هناك توجه عام كل يشارك فيه، وكل له حصة قد تختلف نوعا ما عن الحصة المسؤول الأول والمسؤول الأخير. إذن يجب أن نكون هناك في الحقيقة كثير من ورش العمل والتدريب والتأهيل للقطاع المنفذ للاستراتيجية كل في مجاله، حتى نستطيع أن نحقق أفضل ما يمكن لرؤية قطر 2030. أخوي خالد، يعني تكلم أيضا الأخ أمين عن دور المؤسسات، وأيضا الدكتور ما قصر صراحة في هذا المحور. هل أنتم كذوي إعاقة عندكم تحديات تواجهونها؟ أنا ما أتكلم حتى عن المؤسسات، أتكلم عن المجتمع عموما، النظرة الاجتماعية، نتكلم عن هو بس لي إسهاب بسيط أو تعليق بسيط. وردت في كلمتك السابقة الأسوياء، وردت في كلمة الأخ طالب قبل ذلك الأسوياء. الحقيقة أنا ضد هذا المفهوم. صحيح. لأنه المعاق وغير المعاق هم أسوياء أصلا. نعم. اللهم إلا ينقص عنصر معين كعنصر بصر كعنصر رجل كعنصر إيد، هذا لا يعني أنه غير سوي. هذا أولا. ثانيا بالنسبة للنظرة العامة، وقبل هذا خلني أتكلم عن الاستراتيجية أيضا، هو الدكتور سيف أوضح الحقيقة كثير. الاستراتيجية يخطئ المواطن عندما يظن أن هذه الاستراتيجية هي عصات موسى ستنقلنا إلى ما وتوصلنا إلى ما نريد. الاستراتيجية هي خطوط عريضة وضعت، وعلى المؤسسات والوزارات كل فيما يخصه اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل هذه الاستراتيجية وترجمتها على الأرض. أنا لحد الآن حقيقة يعني أتطلع لهذا الدور. أما بالنسبة لسؤالك عن ما نعانيه كذوي إعاقة في المجتمع، خلينا نتكلم بصراحة حتى يكون علاج القضية إذا طرحت بالطريقة الصحيحة تعالج، أما إذا طرحت بالطريقة الغير صحيحة والمجاملات فلا. لا، احنا طبعا احنا اخوي خالد خلينا اوضح لك شيء، يعني احنا برنامجنا برنامج شور هو يطرح مبادرات. نعم. ويطرح حلول، احنا لا نطرح مشكلة بلا حلول. نتمنى ان يعني خلينا ناخذها ان شاء الله بعد الفاصل. نعم. خلينا ناخذ المواضيع هذه ان شاء الله بعد الفاصل ونستسهب ان شاء الله تعالى. نعم. فيها وتاخذ حريتك ايضا في هذا المجال. مشاهدي الكرام، قبل الدخول الى فاصل نذكركم بالتواصل معنا لتقديم مبادرات والحلول وطرح المواضيع من خلال العناوين اللي تشاهدونها الان على الشاشه. مداخلاتكم نقدرها وسناخذ بها، اما الان نذهب الى فاصل على ان نواصل بعده سعينا لايجاد مبادرات، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، أخواتي المشاهدات، بعد هذا الفاصل نعود للحديث مع ضيوفنا الكرام. دكتور خالد، قبل الفاصل كنت بتقول الكلام عن طبعا أيضا تعقيب على كلام الأخ أمير، دور المؤسسات في تحقيق رؤية 2030 ودورها أيضا التفاعل معكم كذوي إعاقة وحتى المجتمع أيضا، ما نتكلم فقط عن المؤسسات، نتكلم عن فئة العامة يعني. نعم. هو الحقيقة المؤسسات دورها كبير، يجب أن تقوم بدور أكبر من الذي تقوم به حاليا. يجب، وهو حقيقة دور أساسي للمؤسسات، أن تقتنع بذوي الإعاقة. حقيقة نحن في حلقة مفرغة في هذا الصدد. المؤسسات التوظيفية والمؤسسات الخدمية، خلينا بعيد عن الخدمية، خلينا في المؤسسات التوظيفية مثلا في المجتمع، ليست مقتنعة تماما بأصحاب ذوي الإعاقة. هذا يعود إلى تراكمات كثير، تراكمات كثيرة، منها ضيق النظرة المستقبلية حوالين المعاق، منها أيضا العطف الذي يكتنبونه، لأن احنا لا نريد أن نكون
جلادين للمجتمع أو للمؤسسات، نحن نريد أن نقول ما لهم وما عليهم. هم الحقيقة ليسوا متحملين المسؤولية كاملة، هناك إرث من القديم ورثوه عن الآباء والأجداد أن المعاق هو يحتاج الشفقة والعطف. لكن أنا أعتقد الزمن الذي نعيش فيه الآن أصبح مثل ما يقولون الإنجليز you will be you will get، أنت إذا بذلت مجهود ستحصل على ما تريد. يعني فإذا لابد أن نعمل، وهذا أنا أعتقد أيضا من أهداف الاستراتيجية الموضوع أن لكل ذي حق حقه يقوم بواجبه وينول حقه، سواء الاستراتيجية السياسية أو الاستراتيجية للدولة أو أي استراتيجية. الحقيقة هذا يتطلب منا الكثير، يتطلب تضافر الجهود ما بين المؤسسات وأصحاب الإعاقة، وأرجو أن نضع خطوط كثيرة على أصحاب الإعاقة. عندما أنتقي أصحاب إعاقة، وأنا لا أنتقص من شأن أحد، عندما ننتقي أصحاب الإعاقة ليشاركوا في وضع القرار، يجب أن أختاروا من هو مؤهل لذلك، سواء للتحدث في الأمور الخاصة بالمعاقين أو في وضع استراتيجية تخدم المعاقين أو أي قرارات. لا يجوز أن أختار فئة ليست على دراية كاملة بالحقوق والواجبات، نعم، واستقطبها لتبدي رأيها، لأنه في النهاية لن أستطيع أحصل إذن على رأيها. إذن دكتور خالد، المسؤولية طبعا مشتركة. أخوي نعم. طالب، أنت صرحت في تصريح أن هناك بالفعل مجموعة من العوائق والإشكاليات، خلينا نقول تحديات يمكن، التي تواجه أصحاب ذوي الإعاقة من خلال عمليات التوظيف، حيث أن نسبة التوظيف ذوي الاحتياج داخل الوزارات والمؤسسات ضئيلة للغاية. بالعكس، أنت قلت حتى طبعا القانون رقم 2 لسنة 2004 ينص على توظيف كم؟ 2% من ذوي الإعاقة داخل الوزارات والمؤسسات، إلا أنه لم يفعل أو يطبق بالشكل المطلوب، وإن تم تطبيقه فيكون 1% فقط. ليش أخوي؟ يعني في عندي إحصائية تقول أن فيه 254 قطري معاق لا يعملون، وفق الإحصائية طبعا المجلس الأعلى للأسرة، مع أنه في قانون مشرع لهذا العمل أنه لازم 2%. إيش المشكلة؟ أنا أعتقد المشكلة هو في المسؤولين وفي عدم تفعيل القانون. سمو الأمير الله يطول في عمره ولي العهد ما قصروا، شرعوا كل الأمكان، مهتمين اهتمام كامل بهذه الفئة، ولكن تطبيق القوانين التي تنص على حقوق المعاق لم تطبق بالشكل المطلوب. ما وجدت تفاعل انتم المؤسسه؟ لم تفعل لحد الان، لم تفعل هذا. تقول 1% موجود، انا اعتقد بس يعملون. تقول انت تقول اذا عملوا فانهم يعملون في الموظفين بداله، صح؟ اذا وظفوا يختصر توظيفهم على عامل بداله او مدخل بيانات او ما شابه ذلك. ما يترقى الترقيه على ما هو عليه، لا حوافز، لا يعني مثل ما تقول دفعه انه ينتج، مع انه قادر انه ينتج وانه يعمل اكبر من غيره، لان عنده تحدي، هو اصلا يتحدى نفسه. دكتور سيف، الكلام الاخ طالب يعني صراحه يعني يثير كثير من الامور. يعني ما في هناك اجتماعات مثلا بين الجهات المسؤوله عن ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الاعاقه مع المسؤولين في الوزارات وكذا، لفهمهم ان ترى هذا المعاق يا اخي قادر على العطاء؟ لعلي اترك هذا الكلام بعد مشاهده تقرير احنا عديناه في فريق البرنامج، هو حقيقه نقطه دكتور مهمه جدا، وتطرق لها حتى الصحف المحليه والاعلام تطرق لهذه النقطه. اعزائي المشاهدين، نواصل ان شاء الله الكلام عن توظيف ذوي الاعاقه، لكن خلونا نشوف مع بعض هذا التقرير اللي أعده فريق البرنامج، ثم نعود إليكم. أسمع بعيوني، أعرف كل اللي يدور حولي بعيوني،
كل حد ممكن يتكلم، أقدر أعرف إذا كان كاذب أو صادق من غير ما أسمعه. بنظرة عين بس ممكن أعرف المشكلة وممكن أرد عليه، لأن الأصم مو بشخص متدني، هو شخص مثله مثل غيره ويمكن أفضل. في مجموعة من الصم أصدقائي ما يعرفون كلام الشفاه، لما أكون قاعدة معاهم وألقى حد غلط فيهم أعرف وأرد عليهم ودافع عن صديقتي اللي ما تفهم حركة الشفاه وما تقدر تندمج مع الغير. الحمد لله خواتي ساعدوني كثير عشان انخرط وسط المجتمع بشكل طبيعي. من زمان وانا صغيرة كان صعب علي أتكلم وسط خواتي لأني صماء وسط خوات متكلمين، كانوا دايما يتكلمون بينهم وبين بعض. من صغرهم الحمد لله رب العالمين علموني كلمات كثيرة ممكن أفهمها، وقدرت أحرك شفاهي مع البنات، والحين وانا كبيرة أشوف أي حد يتكلم قدامي وأفهم اللي يقوله. وانا صغيرة كنت أتابع البرامج الأجنبية، وأحب كثير أشوف البرامج اللي فيها فنانين يرسمون في الشوارع والطرقات أي شيء. عندي أخت كبيرة تعرف ترسم، كنت متحمسة كثير أني أرسم وأعتمد هالفن في شغلي لما أكبر. بديت أرسم أشياء لحد ما طورت من نفسي، وإذا رمت أختي أي لوحة فاضية أو فرش أو ألوان أو أي شيء أخذ منها هالأشياء اللي ما تحتاجها وأبدأ أشتغل عليها وأصمم أنواع من الملابس مثل التريكو. كنت أحاول أني أبدع وأستفيد من أي شيء مركون مو بمستخدم. الحمد لله الحين تطورت وصرت أفضل. لازم نندمج وسط المجتمع عشان نوصل لمستقبل أفضل ونرتقي بأنفسنا كأشخاص صم، ونتعلم العلم ونوصل لأعلى طموح بالنسبة لنا. مجال الرسم والإبداع اللي احنا فيه ممكن يوصل لأعلى لو اختلطنا بالمجتمع العادي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. دكتور سيف الحجري، بصفتك أيضا أنت اشتغلت مع ذوي الاحتياج الخاص أو ذوي الإعاقة حقيقة يعني، والمفروض أنه يكون فعلا هناك اهتمام بتوظيف هؤلاء. بالفعل بالفعل، أنا لي تجربة في الحقيقة ميدانية، أنشأت لجنة للتوظيف تطوعية، مبادرة من الأشخاص والأخ خالد الشعيبي ويترأس هذه اللجنة، وقمنا باتصال في الحقيقة بكثير من مؤسسات سواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، وكان هناك ترحيب واسع في الواقع، وبالفعل تم توظيف العديد من ذوي الإعاقة. ولكن الإشكالية في الحقيقة هي أعمق من أن جهة معينة توظف. السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا أعددنا، كيف أعددنا المعاق لسوق العمل؟ سوق العمل له متطلبات، صحيح، وبالتالي وخاصة القطاع الخاص. القطاع الخاص ينظر للربح، ينظر لأن هذا المعاق يجب أن يكون فعال ويؤدي واجبه للوصول إلى إنتاج. صحيح. أوكي. وأيضا نظرة القطاع الحكومي، بعض النظرة الخاطئة، ينظر المواقع بأنه عاجز بمجرد أنه بس يحصل على الوظيفة فأدى واجبهم، وهذا في الحقيقة خطأ كبير جدا، لأن يسيء في الحقيقة لهذا المعاق بهذه النظرة. وقد أيضا يظهر هناك فئة بسيطة من المعاقين يستغل إعاقة لعطف الناس في هذه المؤسسات. إذن العملية شائكة، تحتاج في الحقيقة إلى رؤية واضحة أننا هذا المعاق لابد أن يعد إعداد سليم للمهنة، والإعداد السليم للمهنة من كل جوانبها،
يعني متكامل وشامل، وتبدا حتى من الاسره الصغيره كيف تعد هذا الابن وتشجع انه هو يصبح منتج ويتقبل التحدي ويؤدي دوره. ثم اجهزه التربويه التي تبدا من رياض الاطفال انتهاء بالجامعات، يعني لا يكفي ان اخرج طالب من جامعه ما، نلاحظ ان غير المعاقين لما يتخرج هو مش جاهز لسوق العمل، يحتاج الى ايضا اول اعطاء فرصه له، ثم تدريبه في موقع العمل. والمعاق يحتاج اكثر من ذلك، ليس فقط استقباله كموظف، بيئه العمل، بدءا بالطاوله التي يجلسها والتقنيات التي يعمل بها والاحساس الاخرين بهم، وحتى توعيه من مديره والعاملين وزملائه، لان قد يسيء لهذا المعاق باسلوبهم، بكلماتهم، بعدم اعطاء الثقه، بعدم اعطاء الدافعيه. اذا العمليه شائكه، تحتاج في الواقع الى جهود كبيره جدا. والحمد لله يعني ما نلاحظ اليوم افضل بكثير مما كان 5 سنوات القادمه، وانا متاكد انها تكون افضل ان شاء الله، في لان عمليه تراكم التجارب هي في الحقيقه ايضا لابد ان نحترم الزمن. يعني حن متى بدينا نهتم أثر المعاق؟ أقل من 15 سنة يعني، والحمد لله النقلة اللي عملناها في خلال 15 سنة في دولة قطر تفوق دول أخرى موجودة في المنطقة أو مجاور لنا، بدأت يمكن ب20 والدليل الآن معنا رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين. نعم، وبالفعل وأصبحت قطر في الحقيقة ذات ريادة. نعم، ذات ريادة في كثير، يعني معهد النور يقوم بكثير من برامج في الحقيقة تدريب لكثير من إخواننا العرب، حتى المستوى الآسيوي والمستوى حتى بعض الدول الأوروبية. وصلنا إلى درجة والنضوج وبعض الأفكار في الواقع فخورين بها، ولكن لا شك حن محتاجين إلى أكثر، لأن هناك لاعبين الأدوار هم كثر أفراد المجتمع، العاملين، غير القطريين، الأسرة، إذا كل هؤلاء لابد أن ترتقي مستوى التفاعلهم، وبالتالي حلقة واحدة قد تؤثر على الحلقات صحيح. الأخرى صحيح. إذا نأمل إن شاء الله، وليس الإعلام أيضا بدأ يلعب دور، وهذا أيضا جهة أخرى هي مسؤولة عن رفع الوعي وتوصيل الرسالة إلى الآخرين. إذا كلنا شركاء، ونأمل بجهود الجميع أن نصل إلى دائما لتراكم إيجابي إن شاء الله. دكتور خالد، يعني أنت الآن يعني معاق كفيف، لكن ما شاء الله تملك الثقافة الواسعة، رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين. بعض الناس يسأل يقول كيف يتعامل الكفيف مع التقنيات الحديثة، كيف يتعامل مع المجتمع اللي هو موجود فيه وفي تقنيات حديثة وكمبيوترات ومش عارف إيش، كيف تتعاملون مع هذه التقنية دكتور؟ أنا الحقيقة بس لتعليق بسيط يضاف إلى ما قاله الدكتور سيف بالنسبة للتوظيف. التوظيف. نعم. التوظيف الحقيقة يلاحظ على التوظيف في دولة قطر، هو موجود لا ننكره لذوي الإعاقة. نعم هو موجود لا ننكر ذلك، لكن ما فائدة أن توظفني ثم أنك تهمشني؟ هذا لا يجوز، هذه حقيقة يعني يجب فيها المحاسبة، ويجب فيها الاستقصاء، ويجب فيها المساءلة القانونية. لماذا توظف ذوي إعاقة ثم تهمشه؟ نحن لا نستطيع، لا نقصد شخصا بعينه، لكن نقصد كوضع عام هو موجود. أما بالنسبة لأنك سألتني أنت رئيس اتحاد، يعني هذه أنا قصدي فيها دكتور. نعم، يؤكد ريادة قطر. نعم، الاهتمام بالمعاق. الحقيقة خلني أوضح لك شيء، أنا ولله الحمد والعياذ بالله من كلمة أنا شخص انتخبت رئيس اتحاد عربي من 15 دولة كانتخاب وليس تعيين، ما شاء الله، وتطوعية العملية ليست من ورائها أي مادة. هذه الفترة الثانية لي، والحقيقة كنت أسف إلى أن أنتخب الفترة الثانية، لأني الحقيقة العملية صعبة جدا، أنك تتعامل مع 15 دولة فيها ما يقارب من 26 مليون معاق من خلال جمعياتهم، 26 معاق بصري، 26 مليون. وكنت أتمنى لو كان ترشح أمامي شخص آخر يحتضن الاتحاد العربي. الطامة الكبرى الآن يقول لك نحن نريد أن نغير الدستور حتى يكون لك رئاسة ثالثة، وأنا لا أتمنى الحقيقة. كيف تتعامل دكتور مع التقنيات؟ الحمد لله الآن أصبح الكفيف قادر على التعامل مع الكمبيوتر، قادر التعامل مع
أجهزة التكنولوجيا من موبايلات ومن الحمد لله الآيفون الآن أصبح فيه أشياء كثيرة لذوي الإعاقة البصرية. شلون دكتور؟ منها خليني أكمل لك بس منها كيفية الاتصال، منها برنامج الجي بي اس أصبح يستخدم المعاق بصريا، فالعملية سهلة. لكن أريد أن أوضح لك شيء، في مرة من المرات كنت في بلد عربي وواقف عند شباك الصراف الآلي أسحب نقود من الشباك الآلي، ففوجئت بأن أصبح وراي حوالي 20 شخص. العشرين شخص ليسوا محتاجين لنقود، ولكن هم يتفرجوا كيف أتصرف أنا في الجهاز الصراف الآلي حتى أسحب منه. فيعني كيف تصرفت؟ عادي جدا. وعلى فكرة الآن أنا طلبت الحقيقة بالتعاون مع محافظ البنك المركزي وهو رجل يدعمنا جزاه الله خير، محافظ مصرف قطر المركز الشيخ عبد الله بن سعود، رجل يدعمنا دعما لوجستيا لا محدود حقيقة. طلبنا منه إيجاد الفورمات بالبرايل وأصبحت موجودة في كل البنوك إلزاميا، ألزموا بأن يوجد فيها الفورمات كلها النوعية باللغة البارزة. الآن يعد إلى أن تركب ماكينات ناطقة ولمن يريد أن يسمع، ويمكن يستخدم سماعة الهاتف حتى لا أحد يسمع ما بحسابه ولا ما عنده. الحمد لله بذلت هذا جهد شخصي مني حبا لدولة قطر حقيقة، لأنه قطر لن نستطيع إيفائها بأي طريقة. دكتور بطلب منك طلب ممكن؟ نعم. كيف تستعمل الهاتف دكتور؟ خلنا نشوف تجربة حية إذا ممكن. ممكن طبيعة ممكن. حستخرج هاتفي الآن، أنا أستخدم آيفون. أي نعم. آيفون هو يتمتع ببرنامج ناطق من الشركة، ليس يضاف، لا مضاف له، مو من الشركة. الآن حنفتح الرسائل. الهاتف، فتحنا الهاتف. الهاتف رقم هاتف نقوم بالاتصال جهات الاتصال الحديثة بشخص من الأشخاص. تم الاختفاء بالتحريك 3 3 8 5 8 إيقاف سيرفر. الآن تتصل بشخص. نعم. تشغيل سيرفر، تم الاختيار. الهاتف دقيقة. فائدة ثلاثة، المزيد من ثلاثة ثلاثة. الآن جاري الاتصال بشخص، رن الهاتف. السلام عليكم يا أخ محمد، كيف الأمور؟ طيبة عندك؟ ما شاء الله. شكرا جزيلا. ما شاء الله. السلام عليكم. ناطق هذا دكتور من الشركة صح؟ الحقيقة شركة الآيفون أبدعت في هذا الموضوع. أصبح لو أنت عندك جهاز آيفون 4S أنت تملك هذه الخاصية في تلفونك، وأنت ليس معاق لا بصريا ولا أي إعاقة، تقدر تشغله وقت اللي تحبه وتقدر تستغنى عنه وقت اللي ما تحبه. والحمد لله عندي في البيت أصبح يستخدم الأمور الخاصة بي، مش لأن أنا أتعامل معاه، لأن ليكسبوني بأن أنا يعني بحالهم هم نفس الشيء. والحقيقة أنا أسرتي ابتداء بالوالد رحمه الله والوالدة ثم الزوجة والأولاد هم لا يفرقوا بيني وبين أي شخص آخر، ويفتخروا بأني أب. وكلنا نفتخر يا دكتور. يعني دكتور سيف تفضل. نعم، هذه التكنولوجيا في الحقيقة أصبحت متاحة في كل الآليات وأدوات التواصل الاجتماعي، وأصبحت حتى معربة في كثير من هذه البرامج. وبالتالي نسعى دائما أيضا أي تقنية تحدث في قطر، والحمد لله قطر أنشأت ما يعرف بمدى. صحيح. وهذا الجهاز الذي الدولة أنشأته فقط لتعريب ولتكييف هذه التكنولوجيا وتوصيلها بأفضل ما يمكن وتدريب معاقين عليها. وهذا جزء من هذه النقلة اللي نتكلم عليها الحضارية لدولة قطر، بأن لم تترك أيضا حتى هذا الجانب اللي هو يصبح جزء من الدمج، لأن دون توصيل هاي سيصير عاجز على التواصل الاجتماعي. أخوي طالب، كثير من المعاقين يشكون من تعدي غيرهم على مواقفهم مثلا،
يعني تروح المستشفى حمد تلقى مواقفين في المواقف هذه في المولات، حتى في المولات وفي مواقف المعاقين لا ويروح عساس قريب يروح يوقف فيها. تواجهون هذه المشاكل، مش ايش ابرز التحديات تواجهونها انتم مثل هذه؟ هذه قضية شائكة وقضية تكلمنا فيها كثير مثل غيرها، ولكن هي تنبع من سلوك الشخص نفسه. أحسنت. إينا. لا نقدر عليه ولا يقدر عليها، حتى الشرطة ما يقدر عليه ولا المرور ولا غيره، هو تحدي نفسه توعية. توعية للشخص نفسه. وهذا إن شاء الله اللي إحنا نأمل إن شاء الله في الإعلام إن شاء الله، وهو ما يقصر إنه إن شاء الله ينشئ هذه التوعية للمجتمع لهذا المواقف أو الأماكن الخاصة المحتاجينها هم نفسهم. أيضا عندك اللي هو في مثلا الأبراج، الأبراج الحين نعاني من مشكلة، مشكلة مشكلة اللي هي المخارج الطوارئ. مخارج الطوارئ حتى في المستشفيات تدخل عند الأسانسير يقول لك في حالة الحريق يرجى استخدام السلم. 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 أنا كمعاق على كرسي كيف أستخدم السلم؟ إيش الحل؟ طب شو الحل؟ أنتوا عندكم حل؟ إحنا ننتظر الحل، إحنا يفتح لنا المجال نشوف الحل، نناقش الحل. يعني المفروض إنه يكون فيه فعلًا الأبراج صحيح؟ إيه يكون فيه مخارج طوارئ المعاقين نفسهم. اللي هي زالقة ممكن تكون أو شيء. ممكن تكون زلاقات. ممكن تكون نعم. وحلول كثيرة والتكنولوجيا ما خلت شيء. صحيح ما خلت شيء في هذه الامور. لعنا نتكلم ان شاء الله عن حقوق المعاق مع الدكتور سيف والدكتور خالد والاخ طالب بعد الدخول الى الفاصل. مشاهدي الكرام نذكركم بالتواصل معنا لتقديم مبادرات والحلول وطرح المواضيع من خلال العناوين التي تشاهدونها على الشاشه الان. مداخلاتكم نقدرها وسناخذ بها، اما الان سنذهب الى فاصل على ان نعرض بعده خلاصه الافكار والمبادرات التي طرحت خلال الحلقه. ابقوا معنا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين أخواتي المشاهدات من جديد في محورنا الأخير واللي العادة نخصصه للمبادرات والحلول المستخلصة من الحوار مع ضيوفنا الكرام. وقد استخلصنا لكم هذه الليلة حول ذوي الإعاقة وحقوقهم المبادرات التالية: توعية القطاع الخاص بتحمل المسؤولية الاجتماعية تجاه ذوي الإعاقة، توفير البنية التحتية لتسهيل دمج المعاقين في الحياة العامة، الاستمرار في التوعية الاجتماعية لتطوير أساليب التعامل مع ذوي الإعاقة، وضع برامج وسياسات تقوم على رؤية واضحة لتأهيل ذوي الإعاقة كل في موقعه، توفير الإمكانات البشرية والمادية لترجمة الرؤية الوطنية على أرض الواقع تجاه ذوي الإعاقة، وأخيرا ضرورة التوعية المجتمعية من خلال وسائل الإعلام لحقوق هذه الفئة ذوي الإعاقة، الفئة الغالية على قلوبنا. دكتور سيف يعني أنا ودي إذا في تعليق على المبادرات أو هناك مبادرات. لا طبعا عندي مبادرتين في الحقيقة اللي هم يمثلون حاليا الفراغ الموجود في كل المؤسسات ذات الصلة بالإعاقة. أول مبادرة هو إنشاء مراكز نوعية لتأهيل المعاق لسوق العمل وتوفير كل الاشتراطات ومعايير البيئة السليمة كل حسب إعاقته حتى يستطيع أن يتفاعل وأن يصبح جزء من التنمية العامة. أيضا مبادرة أخرى لا توجد دولة قطر إلى الآن أيضا مراكز تعني بالمعاقين شديدي الإعاقة ومتعددي الإعاقة، وهؤلاء طبعا تكنولوجيا وهناك إمكانيات أصبحت في الحقيقة واقعة، وهذه الفئة لأكثر فئة تعاني حاليا. لا توجد أي جهة تقوم بتولي هذه المسؤولية وتحتاج إلى تهيئة الجانب البشري والتقني والمهاري في التعامل مع متعددي وشديدي الإعاقة. دكتور خالد. الحقيقة هو كل المبادرات التي طرحت تحتاج إلى بعد نظر واستراتيجية لكل مبادرة للمبادرات المطروحة. أما أنا أريد أن أعلق على البنية التحتية. يجب ونحن نتطلع إلى يعني زخم كبير من العمران والطفرات العمرانية في قطر أن نهيئها لدمج المعاق فيها بالطرق السليمة، وقد شاركنا المسؤولين في مطار الدوحة الجديد
ونتطلع إلى مشاركة الأخوان الذين قائمين على مشروع القطار حتى نعدها إعداد سليما للمناسب المعاد في قطر. جميل. أخوي طالب. أنا أضيف إذا ما ذكروه الدكاترة، يليت بس المرافق العامة أن يكون معاهم من ذوي الإعاقة اللي هم أصحاب الاختصاص، وعندنا مثل يقول راعي العلة أدرى من الطبيب، إيه يكون مشارك لهم لوضع الشيء المناسب في المكان المناسب أو ما يحتاجونه بشكل صح وبشكل مناسب لهم إن شاء الله تعالى. يعني احنا ودنا نختم دكتور سيف، اذا عندك كلمه اخيره تختم فيها الحلقه. اولا في الواقع ايضا ادعو انا من ذوي الاعاقه ان يكونوا في موقع التحدي، وبالتالي هذا التحدي في الحقيقه كان له اثر طيب كل المعاقين الذين برزوا على مستوى العالم، يعني لا ينتظروا في الواقع ان تاتيهم الحقوق بل ان يبادروا في ان يكسبوا هذه الحقوق، ولا بد ان يبرزوا المجتمع بكل فخر واعتزاز بأنهم قادرين على العطاء، قادرين على الإنتاج، قادرين على المساهمة في التنمية العامة. أحسنت دكتور خالد، كلمة أخيرة. الحقيقة أنا أقول قطر تحتضن ذوي الإعاقة، ولكن نزيد على ذلك بأننا لا يعني لابد أن نعمل الكثير متكاتفين حتى نصل إلى ما نصب إليه إن شاء الله. أخوي طالب أختم الكلمة الأخيرة، هقول عندي بيت شعر. تفضل. قطر ترى ما عاد فيها معاقين في ظل أبو مشعل حمد ومجاسم. شكرا. بيض الله وجهك، وإن شاء الله قطر ليس بها معاق لأن شعبها وشبابها وشيبها ورجالها ونسائها كلهم مشاركون في هذه النهضة وفي التنمية البشرية بقيادة حضرة صاحب السمو وولي عهد الأمين، وأيضا مشاركة الشعب القطري والمقيمين على أرض قطر لا مستحيل بإذن الله مع الإصرار ومع الإرادة. هذه المبادرات سنوصلها إلى المسؤولين، وهذا هو هدف برنامج الشور. أشكر ضيوفي الكرام على الحضور. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامجكم برنامج الشور. لا تنسوا أن تتواصلوا معنا على العناوين التي تشاهدونها على الشاشة، إن كانت على تويتر أو فيسبوك أو من خلال الإيميل. أعزائي المشاهدين، أخواتي المشاهدات، نترككم في حفظ الله ورعايته. إلى الأسبوع القادم، ودام عزك يا قطر.